وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور علي البحار، كاتب عدل خاص. أهلا بك في نشرة الثالثة. ولو تطلعنا على أهمية التعاون اليوم مع القطاع الخاص في تطوير وتقديم خدمات التوثيق. أهلا وسهلا، يسعد مساك ومساء المستمعين والمشاهدين. أهلا بك. طبعا لا يخفى علينا أن أطلاق خدمة مشروع كاتب العدل الخاص اليوم اللي دشنت بموجب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بشأن التوثيق تعد هي واحدة من أبرز المبادرات الحكومية المهمة خلال الثلاث سنوات الماضية، اللي هدفت حقيقة إلى تطوير البنية القانونية في مملكة البحرين، مواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة، منها التوثيق على سبيل المثال اللي يشكل اليوم أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك ضمن إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، واللي شفناه على أرض الواقع تجسد حقيقة بشكل مشروع متكامل عزز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم احنا نشوف هذا المشروع، مشروع كاتب العدل الخاص، يعد نموذج حقيقي للشراكة الفعلية والتكامل بين القطاعين، القطاع العام والقطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التنافسية، بما يوفر هذا المشروع من مزايا حيوية كثيرة ترتكز على تسريع أعمال التوثيق، تسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين والمراجعين سواء من المواطنين والمقيمين أو من الشركات والمؤسسات، من خلال إيجاد خيارات متعددة لهم اليوم من حيث اختيار الوقت المناسب، المكان، المرونة، مدى القدرة الاستيعابية. اليوم الشخص ما عاد يروح مكان ويشوف الأرقام خلصت مثلا، لا، عندك خيارات كثيرة. كل هذا أسهم في تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة في مملكة البحرين، وأدى إلى تلبية متطلبات مجتمع الأعمال والتجارة المعاصرة اللي ننشدها كلنا اليوم في المنطقة، وذلك تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية. هذه اليوم خدمة كاتب العدل الخاص أصبحت نموذج يحتذى به في التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. نعم الدكتور علي البحار، كاتب عدل خاص، شكرا جزيلا لك.